فيديو جديد لليوم خفيف نظيف هيك ناعم كتير حلو. نحن مثل ما بتعرفوا بمنتجاتنا إن كنا عم نسوي مقشرات صابون أي شيء حتى أملاح منحب نستعمل الشغلات الطبيعية. هلا أنا اليوم بهيدا الفيديو بدي ساوي بودرة الخيار وبودرة الجزر. مثل ما شايفين عندكم هوني صحنين، هيدي بودرة هيدا شمندر مجففته. نحن عملنا شمندر، بودرة الشمندر من قبل طلعت كتير حلوة صراحة وأخذت صدى كتير حلو بالمشاهدات، كتير حبوها العالم. اللي بعد ما شاف الفيديو لحط لكم إياه بصندوق الوصف. وهيدا شوفوا شو مجففة أنا هون، مجففة خيار، سامعين الصوت؟ وهيدا جزر، وهيدا حامض. تتشوفوا قديه هن ناشفين وجافين، أكيد هيدولي بعد ما طحنيهم. هلا جربت صراحة روح عند العطار وأسأل إنه إذا عنده بودرة فواكه، بودرة خيار، بودرة جزر، بودرة أي شيء نوع من البودرة، بودرة حامض أو ليمون. ما عندهم أبداً، سألت 2 أو 3 من العطارين ما لقيت. قررت إنه أنا ساويهم بالبيت وهي شغلة كتير بسيطة. عن جد يعني تفاجأت إنه قديه هي بسيطة وما بدها شيء. بما إنه نحن بفصل الصيف لما بتكون تعملوا بودرة أي نوع خضرة أو فواكه ما بتاخد يوم ونص أو يومين بالكتير بصيروا بهيدا الشكل. يعني هيدي بودرة الخيار صراحة حطيتها بالشمس تقريبا 4 ساعات ونشفيت، بس أكيد بودرة الجزر أو الحامض أو هيدول بياخدوا تقريبا يوم أو يوم ونص أو يومين. ونفس الشيء من هيدا بودرة الشمندر. فاليوم رح نعملكم طريقة كتير حلوة، رح نعمل بودرة الخيار وبودرة الجزر تتشوفوا قدي سهلة وبسيطة، بس إلها شوية هيك كيف بدي لكم نقط صغيرة لازم تعرفوها. يلا خليكم معي لنبلش الفيديو. وشغلة كمان مهمة إنه بليز لازم تحضروا الفيديو للأخير تعرفوا النقط الصغيرة اللي بقولها، لأنه ما رح أرجع عيد مرة تانية صراحة. اللي عم يجيني كتير كومنتس وتعليقات ما عم لحق، انا بدي رد عليكم كلكم بس ما عم لحق، عم باخد اي اكثر شيء تعليقات منا موجوده او مني حاكيتها بالفيديو او مني موضحتها بالفيديو عم وضح لهم بالكومنتس. فبليز اتبعوا الفيديو للاخير تتشوفوا كل شيء. بس قبل ما بلش الفيديو بليز اللي عم يشوفني لاول مره ما تنسوا تشتركوا بالقناه، لايك لايك لايك، اهم شيء اللايك لانه اللايك اليوتيوب بترفع الفيديو ليشوفوا عدد كبير من الناس. اذا بتحبوا تساعدوني وتساعدوا القناه بتحطوا لايك وبتحطوا كومنت وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد اذا عم تحبوا الشغل. هلا اول شيء بدي بلش ببودره الجزر، كتير سهل كتير بسيطة. في ناس بيعملوها بصراحة بطريقتين، بس أنا لقيت طريقة مش مني أنا، يعني شفت موقع بيعملها بهيدي الطريقة كتير حلو. في منهم بقشروا، لازم يكون عندكم هيدي القشارة، اوعى تجيبوا سكينة، قشارة. اوكي هلا نحن قشرنا هيك الجزر، اوكي شلنا كل القشرة. طيب في منهم شو بيعملوا؟ بياخدوا هيدا القشر وخلص بيروحوا بجففوه، هيدي الجزرة بياكلوها هن. لا مش هيك القصة ابدا، بناخد القشر ومنضلنا عم نبشر الجزرة لتصير للعود القاسي اللي جوا. اكيد العود القاسي ما بنبرشه ابدا. فشايفين هيك بتطلع عندكم كمية كتير كبيرة. شوفوا شو حلوين انتو، شفتوا؟ وهيدي من جزرة أو جزرتين بتقدروا تاخدوا كمية كتير كبيرة. نقوا الجزر يكون حبته كبيرة مش صغار منشان ما يعذبكم ومنشان يطلع لكم كمية أكبر أكيد. فبدنا نبرشها هلا فرجيكم آخر شي كيف بتصير. يعني ليكو من جزرة وحدة شوفوا قدي صار عندي كمية، لاحظتوا؟ شوفوا كتير حلو بودرة الجزر لأنه كمية قليلة بتعطيكم كمية كبيرة. هلا هيدي بودرة الخيار هون قصة قصة، خلينا نخلص الجزرة هلا وننتقل لبودرة الخيار.
اكيد. شوفوا من هون كيف صارت، هيدا كله بدي شيله لحلصها وارجع لكم. وهلا من بعد ما برشتها كلياتها مثل ما ملاحظين شفتوا انه جزره وحده ليكو ملا كميه عطتني اياها. هيدول اكيد بدي احطهم على صينيه كبيره منفصلين عن بعض وحطهم بالشمس، شمس يعني ليكو اذا كنتوا ببلد فيه شمس قويه كتير 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 بتحطوهم على الشباك من جوا، اوكي. اذا كنتوا ببلد مثل لبنان يعني الشمس ما كتير قويه فيه، الشمس معتدله، انا صراحه حطيتهم على طاوله على البراندا ضلهم يومين، يوم ونص يعني، بس انا بحب خليهم زياده يوم ونص او يومين لصاروا معي بهيدا الشكل، اوكي. هلا في منهم بيقولوا لي انه فينا نحطهم بالفرن، انا لإلي ما بحب احطهم بالفرن. ليه؟ لانه الفرن اذا شوي كان حامي او ما عرفتوا يعني تزبطوا شوي عيارات الهيدا يا بيحترقوا معكم او بيسود الوجه، يعني طبيعي يسود شوي الوجه مثل بودرة الشمندر اللي عملناها، نحن عملناها حطيناهم بالشمس طلعت كتير حلوة، كتير بتاخد العقل لونها بجنن. في منهم بيعملوها بالفرن تنتزع، وفي وحدة متابعة صراحة قالت لي أنا طلعت معي لونها أسود وقالت لي عملتها بالفرن، قالت لي رح اتبع طريقتك أنت وحطهم بالشمس. نشف ريقي. يلا بعد في ساعة على الإفطار. هيدا في كمان شغلة لحظة كنت بدي أقول لكم إياها نسيتها، رح أتذكر وأرجع لكم. تذكرت للشغلة، كنت بدي أقول لكم إنه مهم جدا لما تطحنوا بودرة الجزر ولا بودرة الشمندر لازم تصفوهم بالمصفاية ناعمة كتير كتير تطلع لكم بودرة ناعمة كتير، أوكي. هيدي شغلة رئيسية. هلا هيدول حناخدهم ونحطهم على صينية ونحطهم بالشمس لا يصيروا ناشفين على الأخير، يعني يصيروا هيك لما بتمسكوهم بتلاقوهم ناشفين كتير مثل ما فرجيتكم بالقبل، وبدكم تفصلون عن بعض، اوكي؟ يعني هيك بالصحن لا منه ماشي الحال، بدكم صينية أكبر أكيد، تفصلون عن بعض وتحطوهم بالشمس. طيب، بالنسبة لبودرة الخيار، هيدي بتختلف عن بودرة الجزر أكيد. لحظة لجيب صحن، انطروني. اوكي، ولحظة لأغسل هيدي كمان القشارة. طيب، هلا بالنسبة لبودرة الخيار. بودرة الخيار بتختلف أكيد عن بودرة الجزر، هي أصعب ولازم تستعملوا خيار كتير تطلعوا القشر تبعه. هلا أنا عادة هلا رمضان كل يوم بعمل صحن فتوش، ما عندي مشكلة أبدا، كل يوم أشيل خيارتين وحطهم بالشمس ليصيروا بودرة. هيدول اللي هون أربع خيارات، أوكي؟ عملوا لي هيدي الكمية. بودرة الخيار بتختلف أكيد عن بودرة الجزر. مثل ما شفتوا بودرة الجزر بشرنا الجزرة كلياتها، خلينا بس العود السميك من جوا اللي بيكون قاسي هيدا ما بنبرشه. بودرة الخيار بدنا ناخد بس القشرة، ما فيكم تحطوا اللب اللي من جوا، اوكي، لانه كله بزر ومي، فبس القشرة. عادة بودرة الخيار بتكون اغلى من بودرة الجزر، وفيكم هيدول الشغلات كتير حلوين فيكم تسوقوهم، يعني كتير حلوين. شفتوا بس القشرة، ليكو قد ايه عطتني كمية، شوفي فرق بينها وبين بودرة الجزر، بس مش مشكلة، كلنا عنا خيار بالبيت وكلنا بناكل خيار وبنعمل سلاد وفتوش وهيك، فكل ما بيكون بدكم تاكلوا خيارة قشروها وحطوها بالشمس. اوكي، هلا بعملهم هيدول بفرمهم مع السلاد. المهم هلا كيف بدكم تحطوهم بالشمس؟ ما لازم تحطوهم هيك اكيد على هيدا الوجه اللي من برا، بدكم تحطوهم على الوجه اللي من جوا هيك بهيدي الطريقه. هيدي شغلات معلي نقط صغيره بس كتير مهمه صراحه وعن تجربه. لكن بدنا نبرمهم كلياتهم لميله الخياره اللي من جوا اللي دائره باللب ونحطهم بالشمس.
اهم شيء ينشفوا 100% تقدروا تستعملوهم بمنتجاتكم، حتى فيكم تستعملوهم بكريمات طبيعيه للوجه، ونحن هيدا الشيء ان شاء الله بدنا نساويه. بدنا نبلش نساوي كريمات طبيعيه، عم بشتغل عليهم كريمات طبيعيه لشخصيه لشد البشره، اقوى كريمات لشد البشره كتير حلوين، في شغلات كتير حلوه ومجربتها انا شخصيا. لقلكم شغله عن حالي، انه انا ما بستعمل ولا كريم تجاري بحياتي، ما حاطه شيء على وجهي ابدا ولا كريم، عن جد يمكن ما تصدقوا بس هيدا المزبوط. وقبل ما اعمل المنتجات اللي هلا عم تشوفوني عم بعملها، كنت بستعمل، يعني اذا بدي استعمل شغله وحده بستعمل هيدا مرطب جونسون، عرفتوه اللوشن تبع جونسون لشيل الميك اب فيه، ما بستعمل ولا منتج من السوق ابدا الا هيدا اللي بحطه على وجهي لجونسون اللي بشيل الميك اب فيه. بس من لما عملت مزيل المكياج صرت عم بستعمله كتير حلو، فحلو نعمل شغلات طبيعيه بالبيت وما نجيب لا نتكلف ولا نجيب ولا هيدا، نعملهم بالبيت وطرقهم كتير سهله ومنا مكلفه ابدا. دردشنا شوي وهلا شفتوا بينحطوا بهيدي الطريقه بالشمس دغري، هيدول ما في يعني ساعتين ثلاثه بالشمس بتلاقوهم نشفوا دغري، بس اكيد لازم يكونوا ناشفين 100%. اوكي، لما بعد ما نحطهم بالشمس اكيد بصيروا بهيدا الشكل، هيدا الخيار، هيدا الجزر، هيدول حامض اخذوا يومين معي تجففتهم. اكيد لازم تكون الفواكه والخضره قبل ما تقشروها او تبرشوها لازم تكون نظيفه كتير كتير منيح، اوكي تكونوا مغسلينها كتير منيح. وهلا طحنت الجزر المجفف، وهيدي بودره الخيار كمان من بعد ما طحنتها ونخلتها بالمصفاية الناعمه طلعت بهيدا الشكل. وهيك بكونوا جاهزين عنا بودرة الجزر، بودرة الخيار اللي كتير حلوة، نقدر نستعملها بكتير منتجات مثل الصابون، مقشرات، أملاح، كريمات للوجه، بكل شيء. رح نعمل وصفات أكيد فيهم، بس نحنا منبلش خطوة خطوة لننتقل للخطوة التانية إن شاء الله. فوائدهم كتير حلوة على البشرة، مثل الخيار بيروح الهالات، بيفتح لون البشرة، الجزر بشد الوجه، يعني كتير حلوين، رح نعمل أكيد كتير وصفات فيها. لهون بكون خلص الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك وشير وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شي جديد. ميرسي.